بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن الحالات التحكيميه. اهلا وسهلا كابتن ناصر. اهلا وسهلا بيك كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك وتحياتي لنجومك الكبار كابتن علاء مهوب والكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي. قبل ما نتكلم بس كابتن في المباراه ونحكي فيها، انا عندي نقطه مهمه جدا اللي هي موضوع التوقفات اللي بيحصل في المباراه. يعني المفترض انا عشان بحسب الوقت الضايع لابد ان انا يبقى انا عندي حكم الفار وظيفته ان هو يشوف التوقفات اللي حصلت في المباراه. احنا عندنا توقف مع كابتن سيد عبد الحفيظ، عندنا توقف مع الكابتن طلعت يوسف، عندنا توقف لشرب المياه، عندنا حاله الفار الاولى ثم حاله الفار الثانيه ثم الاصابات. انا بقول الكلام دوت ليه؟ ليه؟ عشان نيجي نحسب الكلام ده. احنا النهارده المفترض ان حتى التقنيه لابد ان انا اروح اشوف واخد القرار وارجع استأنف، ان من غير المعقول ابدا ان يكون كل التوقفات دي موجوده في الشوط الثاني واحسب الوقت، لان انا النهارده الحق الفريق ليه حق في الوقت. صحيح. في النادي الاهلي النهارده ليه حق في الوقت. انا كحكم. صح. انا كحكم النهارده يبقى عندي دقه في حساب الوقت الضايع. صح. عشان انا ما اضيعش حق فريق فيه الوقت الضايع. وفي حاجه ثانيه يا كابتن بعد اذنك عايز اسالك فيها برضو، هو دلوقتي احنا دخلنا بعد الدقيقه 90 وانت اديتني 6 أو 7 دقائق. وقفت في الست 7 دقائق دول كمان دقيقتين. ممتاز. المفروض ان انت بتزودهم. ممتاز. انا زي ما حضرتك قلت كده، بس نشرح للناس، جه في الدقيقه 90 هو بيطلع بالوقت بدل الضايع. كويس. 6 دقائق زي ما حضرتك قلت او 8 دقائق. في ال8 دقائق دول يا كابتن يوسف حصل فيهم توقف نتيجه اصابه لاعب، نتيجه ان اي مشكله حصلت، توقف دقيقه او دقيقتين او 3، او حصل حضرتك رحت للفار. بضيف كمان ال3 دقائق دول على ال8 اللي انا حسبتهم، يبقى بحسب 11 دقيقه وقت ضايع. بالظبط. فنراعي احنا كحكام، وكان ده طبعا لحكامنا كلهم، ان احنا موضوع التقنيه جميل وحلو وكل حاجه، بس مش هياخد منه كل الوقت دوت، لان هناك حق للفريق في الوقت المفروض ان هو ياخده. هنروح لطاقم التحكيم كابتن ايمن النهارده، واحنا قلنا الحكم مباراه النهارده كان ابراهيم نور الدين، الحكم اللي هو دولي وحكم من الحكام الكبار، وعندنا تحسين مسودات حكم دولي ايضا، واحمد شهاب الحكم مساعد رقم 2، ومحمد السعداوي حكم رابع. غرفة الفار النهارده كان فيها أحمد سلامة من بورسعيد كالفار، وكان معاه مساعد مبروك نبيل من منطقة القاهرة، دولت غرفة الفار، وده كان طاقم التحكيم اللي موجود النهارده. هنروح ل أنا عامل مقارنة النهارده بين حالتين يا كابتن يوسف، كابتن إعجازي، كابتن عادل، كابتن علاء، في حالتين هنشوفهم ونشوف المعايير في احتساب الأخطاء. كابتن أيمن هنتكلم في معيار واحد في احتساب الأخطاء واحتساب المخالفات والعقوبات الانضباطية. نروح للحاله الاولى اللي هي خالد قمر، ونشوف هنا ادي واحد لحد هنا كابتن، هو طلع يعني هو طلع عشان ياخد التكف بتاعه ودراعه موجود. طيب التكمله اللي هي حصلت بالايد بالقبضه الايد ديت في النهايه هنا، هنرجع هنا نلاقي هنا في بعد ما هو طلع خالد قمر فوق وعمل ارتقاء مفيش مشكله لحد دلوقتي، ولكن استخدام الذراع او قبضه الايد بعد كده في ان انا اذي بيها لاعب، هنا كان يجب اشهار البطاقه الصفراء في هذه الحاله اللي هي الحاله الاولى اللي ما خدش فيها انذار. تمام. احنا خلاص احنا شفنا الحاله ديت، وهنا استخدام الذراع موجود وهنا كانت تستحق بطاقه صفراء. هنروح للحاله اللي بعديها كابتن ايمن، نشوف نفس الشيء ونفس المعيار واحد. هنجيب تاني هنا، شوف الكوع هنا الشمال والذراع، انا هنا الذراع هو كابتن ايمن رايح هنا، وبالتالي هنا تستحق البطاقه الصفراء. وخد انذار فيه؟ ما خدش انذار فيه. لا خد انذار في الثانيه بس ما خدش في الاولانيه. انا بتكلم يا كابتن عادل في ايه؟ في معيار احتساب الاخطاء، لابد ان هو يكون واحد. ده هو نفس اللاعب ها؟ خالد قمر في نفس نفس اللعبتين في الاولانيه. يعني كان لازم ياخد طرد. بالظبط كده، انا لو النهارده بشتغل بمعيار واحد يا كابتن يوسف، يبقى في الاولى فيها انذار وفي الثانيه لابد ان ادي انذار في كارت احمر. كان لازم ياخد طرد زي احمد فتحي. فعلا بالظبط كده، يبقى احنا بنطبق المعايير على الكل. بالظبط. ودايما بنقول لحكامنا كابتن يوسف ايه؟ من فضلك لما اللاعب يطلع يعمل ارتقاء يا كابتن عادل، خلي بالك وبص على الكوع، لان في لاعيبه بتاذي. مش الفار يعني في لاعب بيبقى طالع مش يحمي نفسه. مش الفار بيجيب الكوع؟ ما هو الفار بيدي في الكارت الاحمر فقط يا كابتن عادل، بس مش في الانذار. الفار بيتدخل في الفضاء الحمراء. بنقول اللعيبه عند الحكام عندنا لما اللاعب يطلع يعمل ارتقاء، في لعبه بتاذي يا كابتن ايمن، بيستخدم الكوع، بيستخدم الذراع، وبالتالي انت كحكم المفروض تشوف الحاله دي. دول حاجتين بس اللي يعني في كلتا الحالات
او الحالتين خالد قمر يستحق الطرد، يستحق البطاقه اه صفرة الاولى والصفرة الثانيه، وبالتالي كان يستحق الطرد. هنروح للعبه اللي بعد كده. انا جايب اربع لعبات بس، يعني في العاب كتيره، لكن خلينا نركز في الالعاب اللي هي كانت النهارده مهمه كابتن ايمن وحصل عليها جدال كتير. هنروح للحاله ركله جزاء، وهنا الحكم لم يتدخل بالقرار، يعني هو الحكم هنا خلى اللعب يتواصل، ما حسبش حاجه خالص. طيب الفار جابك وقال لك ان هناك في حدث فائت منك طبقا للبروتوكول، صح، احنا ماشيين بمرض الله مش مع ولا ضد، وطبقا للبروتوكول هو جابك، حضرتك رحت شفت لقيت فعلا ان هناك في مخالفه، وانا من حقي ان انا العب. كابتن ايمن خلينا نتكلم، انا من حقي ونجحت في لعب الكره، وهنا الكابتن احمد يمكن ما شافش اه، بس انا القانون، يعني القانون هنا ملوش علاقه انت شفت ما شفتش، انت ارتكبت مخالفه والمخالفه بتهور، وبالتالي هنا الخطا موجود وركله جزاء موجوده والانذار موجود. صح. نروح بقى للحاله الفار هنا بعد اذنك يا كابتن، اه عشان في وقع مماثله بعد كده للنادي الاهلي. بالظبط، الفار هنا لما جابه يبقى معناها ان الفار بيقول لك في ضربه جزاء. بالظبط كده، هو الفار يا كابتن احنا قلنا اتفقنا عشان بس نوضح تاني ونعيد ونزيد، هو بيجيب الحكم في اربع حالات، هدف او ليس هدف، ركله جزاء او مش ركله جزاء، بطاقه حمراء مباشره، او الهويه المفقوده اللي هي للاعب. دول بالزبط. اربع حاجات الفار بيجيبك. طبعا الفار جاب الكابتن ابراهيم هنا وهو خد القرار تمام ومفيش مشكله، واشهر البطاقه الصفراء في الحمراء، واحنا هنمشي معاه في القرار. نروح للحاله اللي بعد كده. كابتن بعد اذن حضرتك عايز اسالك في اللعبه اللي فاتت ديت عن انذار احمد فتحي. اه يستحق في اللعبه انذار. هو احنا قلنا كابتن ايه النهارده اللعب باهمال، يا اما باهمال او بتهور او باستخدام قوه زايده. كويس. اهمال هو يعني كابتن علاء بيدخل على لاعب وفي تنافس على الكره، وبالتالي بيرتكب مخالفه لا تستوجب بطاقه، لان الحدث مش كبير او كويس. الاذيه مش كبيره، وبالتالي بنحسب المخالفه وما بنديش فيها انذار. كويس. بالنسبه للاهمال. ماشي. التهور هنا بنقول ايه؟ ان هنا كان في اللاعب استخدم اسلوب يستحق عليه بطاقه الانذار، مش الكارت الاحمر، لان الكارت الاحمر احنا بنروح لحته ثانيه خالص بعيده كابتن ايمن، اللي اللاعب مثلا بيخش بيستخدم قوه زايده وبعنف وحاجات من دي، انما هنا برضك احمد فتحي هنا ما استخدمش الستارز او راح بقوه ان هو يستاهل عليه كارت احمر مباشره، ولكن بيقول ان في هذه الحاله هي البطاقه الصفراء. بس الانذار اتاخر قوي يا كابتن. ما هو ما شافش الحاله، ما حسبش الاول يا كابتن، هو حسب امتى؟ لما حضرتك هو راح شاف الحاله. وراح شاف الحاله وشاف طبعا ان في هنا خطا يستوجب الانذار. لا 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 ده هو اداله بعد ما رجع. راح بص يا كابتن، ما حصلش كلام، هو ما حصلش كلام بينهم. هو لا دي لا هو ده الانذار لما شاف الحاله تقريبا. لما شاف الحاله الاول ده. لان اللاعب طبعا يعني اعتقد ان هو حصلت مشكله. خلينا نروح للحاله اللي جايه مهمه جدا جدا كابتن ايمن. نفس الشيء، هو اللعب ناحيه الشمال، هو هنا استوب يا كابتن سمير. هو الحكم هنا طبعا، هنا هو كابتن هنا كل عينيه رايحه ناحيه الشمال، ودايما قلنا ان ركله جزاء تتحسب بصرف النظر الكره كانت موجوده فين، انما لو الحدث دخل منطقه الجزاء والكره بعيده احسب ركله جزاء، عشان في ناس تقول لك الله ده الكره ما كانتش موجوده. لا، انا بحسب ركله جزاء اينما تكون مزبوط. الحدث دخل منطقه الجزاء ولكن الكره كانت فين. هو ابراهيم هنا طبعا هو مركز في الناحيه الشمال، وبالتالي هنمشي ونشوف هنا اللاعب اللي هو غير، اللي هو نزل تقريبا اللاعب الليبي وحمدي فتحي. احنا قلنا الشد قبل بس ما نمشي اللعبه، احنا قلنا نفسر الشد يا كابتن ايمن لما بيمتد الشد من خارج منطقه الجزاء وساب، مفيش مشكله هنحسب المخالفه من خارج منطقه الجزاء، ولكن لما الشد يتواصل يبقى داخل منطقه الجزاء، هنا بتبقى الحاله من ركله جزاء ركله حره مباشره بره الى ركله جزاء داخل الصندوق. السؤال المهم جدا بقى النهارده، هو المكان الحقيقي دوت مين اللي بيشوفه؟ مين اللي شاف الخط ومين شاف الحادثه؟ الفار. الفار اللي شاف. طب الفار يا كابتن ايمن لو شايف ان المخالفه من بره له الحق في التدخل يا كابتن هاني؟ مش هيجيبه. لا، مالكش الحق ده، مالوش الحق اطلاقا اطلاقا، لان الفار ما بيتدخلش في الاخطاء اللي هي خارج منطقه الجزاء. صح. وبالتالي هنا الفار هنا بندي بس ايه دليل ان الفار لما جاب الكابتن ابراهيم جابه على حدث فعلي وان المخالفه تستحق ركله جزاء. هنشوف الحاله بقى ونتكلم فيها يا كابتن ايمن عشان بس ما نبقاش احنا بنتكلم كلام مرسل. ماشي. احنا قلنا هنا نمشي، هنا ما زال الشد لسه موجود يا كابتن، لسه ما زال الشد موجود داخل منطقه الجزاء. هنا في رجل ايه؟
جوه. هرجع تاني كده سنه يا كابتن، هنا في رجل جوه. حتى لو الرجل هنا بره يا كابتن على الخط ده، واحنا قلنا الخطوط من ضمن الخطوط من ضمن المناطق المحيطه بيها يا كابتن. حتى لو كان الرجل هنا نرجع تاني كابتن. طيب نرجع تاني هنا، لو الرجل على الخط هنا برضك ركله جزاء. انا شايف ان هنا كان الشد امتد لجوه، وبالتالي هنا ركله جزاء لم تحتسب لنادي الاهلي في هذه الحاله، وبالتالي بنقول لابد ان النهارده احنا يعني الفار عندنا مشكله، ما زلنا عندنا مشكله في التفاهم ما بين الحكم والفار. كابتن نتمنى في الماتشات اللي جايه ان شاء الله نعدي الامور. يعني مباراه اليوم هو مين اللي كان على الفار يا كابتن؟ اسمه ايه؟ احمد سلامه، من حكم على فكره، حكم اون فيلد وحكم فار برضه في نفس الوقت، احمد سلامه من منطقه بورسعيد. يعني في مباراه اليوم كان خالد قمر يستحق الطرد، والنادي الاهلي ليه ضربه جزاء صحيحه. تمام يا كابتن، نشكرك شكرا جزيلا خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. وبنتهي الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنكون وصلنا لنهاية الاستوديو التحليلي النهاردة مباراة الأهلي والاتحاد، واللي انتهى بتعادل فريقين 0-0. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهاردة، كابتن علاء ميهوب ألف شكر. ألف شكر يا شكرا. كابتن محمد يوسف ألف شكر. شكرا كابتن، وإن شاء الله نحتفل يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله كابتن عادل مصطفى ألف شكر، ونحتفل بإذن الله يوم السبت مع بعض إن شاء الله. كابتن إن شاء الله. كابتن هاني العجيزي إن شاء الله نحتفل يوم السبت إن شاء الله. ألف شكر إن شاء الله. إن شاء الله بتوفيق يا كابتن. والشكر أيضا لحضراتكم أعزائي المشاهدين على هذه الأمسية الرائعة والسهرة الرائعة اللي كنا نتمنى إن النادي الأهلي يتوجها بدرع الدوري، ولكن يوم السبت القادم إن شاء الله نلتقي على خير، ولكم مني أطيب المنى وأرق تحياتي.